السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رد الونمي يا أهيل الجود
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تذله الغمامة تطيره السهائب تجري الجبين ليلي الذوائب ألف يلوك بيبي البدوني الحاجب سمعه يسمع سرير القنم بصره إلى السبع اتباق ثاقب وتباه قبلهم البعير فزال ما اشتكى من المعن والنوائب آمن بالطب وسلم عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وهن إليه الجذع وحنين هزين نادب يداه تظهر بركتهما بالمضاعن والمشارب قلبه لا يغفر ولا ينام ولكن للحزمة على الدوام مراقب إن أوذي يعف ولا يعاقب وإن حسم يسمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على القولين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قوم قوسين كنت له على النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه الرحيم فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.